يقول السائل: نحن طلبة في جامعة خارج السعودية، وأحد المدرسين الدكاترة فسر قوله تعالى: وجاء ربك والملك في قوله أي جاء أمر ربك، مع العلم أنه ليس متخصص في التفسير، فهل ذلك صحيح؟ هذا يقوله أهل التأويل، ما هو بالمدرس هذا فقط، هذا موجود في بعض كتب التفسير وهو غلط. جاء ربك، جاء الله ذاته سبحانه وتعالى، ما قال جاء أمر ربك، قال جاء ربك، جاء ربك. والأمر لا يسمى ربا، الأمر لا يسمى ربا، من قال إن الأمر رب؟ لا، جاء ربك حقيقة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هذا من أفعاله التي تليق بعظمته وجلاله، ليس كمجيء المخلوق، وإنما هو مجيء لائق بالله وعظمته سبحانه.